بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غدارو بينا ريتس صلاة ما السروبن قال خلك ان شاء الله خلكت برنامج برنامج مجوى اسلامي. قضيه حسيني آن كشتنا حسيني. كا مزن يا بعبادات قبرا و اجبركو تشيعي واتباع مدرسة ها مدرسة او او ادبجن مدرسة آل البيت كلاخ حسيني يانجي مرقد حسيني آواهي سر آوا كرين مزقفت سر آوا كرين و مزارات وقبة قبط شكرين ومصرفه كرين و قبريتكن مقابل قبريتكن یعنی اکی گوتی به همین رمانا اوه کلمه ها اتخذو یعنی اتخذو قبور انبیائی مساجد که ملت ملتت بره قبرت پیغمبرت خوا صالح و چاک و قنجت خوا یدکرینا پرزگه یدکرینا مزگفت گفت اسلامتی دا اکجار افتشتنه مقبوله بلی بمخابنی و میادیتی که چوا شیعه أذروك النجف وكربلا أو مزجفت مظنة أفاكنت عملاق السر مزار جهد يد حسيني وهروا صيد بابي وإمام علي أو فيجا إشنيكا زيارات وسردان إش همي أنحاء الدنيا الشيعتين و بارستين الوريد كن و غازي وان قبرات كن يا علي ويا حسين ويا عباس دا ابي بابته كان حقيقتاوي شيت اسلامتي دا اوكرنا السر غورستان او قبرا كان يا مشروع اسلامتي دا يانجي نهياوي هات يكرن اك السر قبره كي قبا اوكتن او ديوارا بلند كتن او شيرها اوكتن وشنيكا بجا بكتا پرزگه و عبادتي تيوب كتن چنتشتكي مشروع اسلامتي دا اوكرن السر قبرا او ورگرتنا وان آواهی یا جیفه قبرا که بکنم ببنه مزگفت پیغمبر اسلام قطع سر بن همه هرد بنی را ما نهیا یا کری نهیا اش آوا کردن قبرا کری اش برچی کدا تعظیم و مازن کرنا اوان قبرا نا ایتا حتی پیغمبر خود علیه و سر بن بیجتن اوید وان کارات کن اوید السر سر قبرا آوات کن و نه مزگفت و قبال سر چید کن بجنه شیرار و ناس پیسترین انسان شرطرین انسان اون جندب بن عبد الله ايك الصحابه بيغنبري الصلاه والسلام بن سربن، بيغنبري غوت عليه الصلاه والسلام كان قبلكم ما يتخذ قبور الانبياء والصالحين مساجد، بيجتن يدبروا قبر غوريت بيغنبري تخو قنجي تخوا كربين مسجد فلا تتخذوا القبور مساجد، قال لي بسرمانا الشاربن يعني السار قبرت وليا قبرت باشا وقنجا يعني هين آفا ناكن وناكنا مزجافتو عباداتي تيفا ناكن كنتو قد نهيتكم عن ذلك كتي أهاش في ريبيفا في جامن هين السر غورا مزجافتا آفاكن وبكنا جهي بحرستني وعباداتي جابر بن عبد الله خديجي رازيبة بتن رواتا كادي اش عليه الصلاة والسلام بات قويزن نهى رسول صل الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور والبناء عليه يعني تو ديوارا يعني اه يعني رخد قبري تو ديوار كي هو صا و تو اه يعني اه عربي بجنة جس يعني نظام كان بارد قلت كسل هكرا اسخلت نابم چونكو اف تشيمنتوا بري نابين بجا كسلت اينا و ديوار بي آوات شينا تشيمنتوا يعني تو برادا اينا سريك و پشتي هنگش تو برادا تو كسلي بيني وجس جس بجنة اه وشنيكا تو يعني يتقبري هر دو تانش لا وش لا ساري وش لاي بني واتو آواكي وش نيكاتو السر يعني سقفة كي بوديني وقبال سر آواكي قوتي پیغمبري عليه الصلاة والسلام نهيا اجوه چنده كيري ابن مسعود خوده جرازي بتن بيشتن شرار الناس من اتركه الساعة وهم احيا بيشتن انسانش حميا خرابتر اون اويت وقت دنيا خرابت بت اتساخن انسانش حميا خرابتر أو أوقات وقت دنيا خرابت بتب وقت قيامات رادبت، وأوقات صاخ، شنcco مازنا مزنا مازنت ما كردا جبر أتجود، يعني دنيا في سري خراب ده خراب بتب. بجا وقت دنيا خراب بتب وقيامات رادبت، أو انسانت ساخ لوي سردمي أوقات كده دنيا في سري وان أو بيسترين إنسان السردار الدنياة وتجلوان جدا، أوان أوقات كو يعني السر قبرا عوات كنوت كنا مزقفت. إذا نضصن فيت مرقاب حج عليه الصلاة والسلام قدي الشرار الناس. شرترين إنسان، يعني خرابتين إنسان، أون أوقاتك وقت الدنيا خرابت ببسرى وانتهت أو أن أول سر قبرا ما قد مزقته آواتكن، وپشت يعني آه قبال سر آواتكن كنا جه عبادة. أحبب النبي عليه الصلاة والسلام، أوقفنا السر قبري، أو نفيسين السر كيليا، يا من عقلي، بوش عن في ادفع خلاك دا، شن كدا ابزانين أفاق قبل في الشيعة كن النجف وكربلاء الأفاقرنا وان مزجفتا ومرقدا ونفيسين على سرو يعني واكيد قطين وان قبة أفا حميد مشروع، نهاية مشروعة بنص حديث البيغمبري عليه الصلاة والسلام يتصحيح وهر وصا بدقيق قرآن يا بيروس أه يعني بوشي يعني قرآن تأكيد وحديث البيغمبري عليه الصلاة والسلام تأكيد السر انبیا يعني آکر و صالح و قنجاکر يعني یعنی دائما پیغمبرت خود صلی الله علیه او چاکت امت جاوید خلقی دات مازنن و جا مرن او مازنا هيا ها ماستر لیتتن و جا پشتینگه دیول يعني شيطان جي طبعا دوري خلفيريت بينتون دكا بالدتون كور سر قبر وان شاكا وان صالح وان وليا يعني أفاهية اوه أفا كنو بشتي هنجي ببتا جي هندي كو شرك تيفا بيتا, بيتا كرن مازن دا انجام دانو بشتي حتى عبادة غيري خود تعالى غازي كرنا غيري خود تعالى ادوان پرزد جهاوة يانجي ادوان مزجفتا و اول سر قبرهاتينا أفا كرن بيتا كرن طبعا او در كتنكا آشكرا يش اسلامي و او خروج وكي ما قوتي و او بدعاية جرى جرى تشتاكي كريتا ات اسلامات امام نووي خود جرازي بتن بشتن وقتي صحابت پغمبري مجبور بین الا دمسغتا پیغمبري مازن کین بر فرکهن هینګه حدودت دمسغتې ادشنی کاتین داسې نشان کړي کاتنه واکه ګوتی غرفه عائشه او جوره یا عائشه او پیغمبر هر دو حوالات ته هاتی نه وشارتن صحابه پیغمبري مانه یاکه ګوتی مانه هلویستی کانه امچب کین پانه باشه نه یه هاتی کړي عمل سر يعني جورا بيغمبري عليه الصلاه والسلام اوا اواهي اواكين رابين مجبور بين چونكو نجار بين ريكا يعني علماء وي سردمي طبعا زنايت صحابه فتوا دانكو تيا درستا خليفه بيغمبري عليه الصلاه والسلام درستا امزغفتا بارفراكين حتى بجتا ويرديكم وقبر بيغمبري عليه الصلاه والسلام ابو بكر وعمر بكافتا اتخحت مزغفتا بخب خجيبه بالي بابي شارتي نكوتا قبلى مزغفتي يعني نا قبل قبلا مزقفتا جبار هنده ات كفتا اشلاي روش و يعني اشلاي ما قوت يه اشلاي دستي چابي و و طبعا الويري حتى ممنوعة كو ايك الويري راوستت نا دستخبلن كدعابكت نا برانباري قبري بيغنباري صلاة الله عليه راوستاتو او سجدا بتن يان جي نفيجيب ايجار ممنوعه وافا شركه وا ايجار جنابتن يعني قبر البرسين جمروي بت عمرك تستجدي وا نياجهات يكرن لو ما پیغمبر خودي صلابت خودي سربن نهيه شندي كري حتى يعني حتى امام ابن تيميه خودي جرازي بتن يعني إيه جلك جاره طبعا بري از ما قولي ابن تيميه جلك فرموده بيغنبري عليه الصلاه والسلام بريستن بيغنبري فرمانت كير فرمان الامام علي كير هر چند صالكة تقول تي هر قبرت اش ارديد بلنت هميا راست كال جال عردي حتى هر چندا السردمه بيغنبري عليه الصلاه والسلام يعني اوكري نبي بس جلك جره وحتا عندك يعني كيل الدينان ان اندك آخو وصات كير كومل سر قبري حتى امام علي شو او اخ جي راستت يعني نکلی تهلان و نآخه هلا یعنی هر دم پیغمبری علیه سلام امام علی گفت فرمان آمد که چند هر چند دو ساله که دو يعني قوتي ازتشوم من قبريت بقيعي هو صار راس تتكرم من هلا يعني حتى أغجي السر قبراكم دا يعني نبنا وكي قوتي اشارته ونبنا هيماكو ابا غورا فلان كاسيا دا تنجي تعظيم ما قوت نايتا ابن تيميه خذ جرازي بتن هندي وقت الصحابه وحتى وقت التابعيه وحتى تابع التابعين يعني تشجر سر قبرا اوفاكرن نبي يعني السر قبرا كاسينشيا اوفاكن يعني لويس دامي حتى زمان الدولة يا يا أموية وحتى عباسية جي دوما هيك الدولة عباسية بشتي ضعيف بين يعني ده صلاة إسلام ضعيف بين شنيكا ما يعني سر زمان الدولة يعني الدولة بويهية العراقي وحتى قرامطة أنجي فاطمية مثلا المصري بشتي شيعة دورة خديتي وده صلاة وانا قوي بي وده سلطة أهل السنة والجماعة الزعيف شنيكا يعني اوانا دورة كي سر قبر قبرا ديتو ما يعني النجف بونمونا مثلا سر دورة بويهية العراق النجف او مزيفتا ما ظنى سر قبر امام علي هاتا أوفاكن حتى ميجونيفيس بيجن أكيد أو نعلي في قبري حتى بجنيه صحابك دي يعني جبلي اه جبلي إمام علي بجن علي وقتها <applause> تيا الشهيد كرنا همهار الكوفة بخاب قياديا بشارتن طبعاً بوه هي فيا السر قبر السر الصحابة كي پرغمبري النجفي آواهيكي كي آواك نو بيجن خلك آوا قبر إمام علي دا استفاده استفاد بخاجيبينه، لأن كل خلك تزيارتهوي ومالك مازن ويري كومت بتونا آوا ركيا كش ركيد، ولكن خلك يتبرد مع قديكو يعني ركيا كأبورية بكون كرنا برتالو متاعي الدنياية، يا صحيح يا درست أبداً. او قبري النجفي اويكو ادبيجن افا قبري عالية وامس قفت امازنا سراتي افا كرن هر اكجار علي الويرينينا بل كي الكوفه وكي ميجون فيس الشارزا اشاره في تشاند ابن كثير خدي جرازي بتن ادبيجتن ال الجير دست الشيعه مثلا شيعة فاطمي ويت قرامطة مثلا ويت عبيدي فاطمة يعني آآ دوتشت هاتنا بيش الجير سلاطة شيعة أفت دا صلاتة ويقابلما إشارات بداية دولة فاطمية المصرية مثلاً عبايدية الشامية هروسة قراميطة الجزيرة العربية مثلاً الجير دا سلطة وانا دوتش هاتنا يعني يتني هاتنا إيش وانا أفاكرنا سر قبره يا يادوه هافتنا الصحابة هافتنا صحابة بيغمبري عليه الصلاة والسلام بري يعني افشي عادة سلطه وار جرنوب هز بكاون يعني قساك چان دا بجي كاشكستيج در حق <applause> الصحابانه گوت حتى اوي الشرجي كرين يعني اج جار چنكو ام وكيه اهل السنه والجماعه چا جارا ام نها وجنه چو طرفه يتكو الزمانه فتنه شر ايكو ديكرين شي شر سفينه بتن يان برا امام عثمان بتن يان برا امام علي بتن يان برا معاويه بتن يعني ما خوشويه فتنه ما دام رب العالمين ام يعني نا دايم الوي دامي ام دست تصوره كين بخينا بسرمان الوي سردامي لازم امجي افروكا ازمان خواجي باقش راگیرین بحث وانا نکین نب خرابی و نب قنجی ام پیلین إيه الدیوان خود تعالی برانبر ميزان میزان دیت دینا دنه ترازی كرين عملی وان دشتا ترازی دا خود تعالى بکیفا خواهی کانی که دی عقوبه قرطال برتن اش ترازی خود تعالى وش حکم رب العالمين إيه طبعا حتى علماء بجن هر سي قرنه دست بيكي قرنه ايكي وقرن صحابابي إيه حتى تابع ادبيشتن نا مزجافت السر قبرات هاتنا اواكرن وحتى ونا قبات هاتنا اواكرن سر ومراسيم جينابين مراسيم مراسيم زيارات. يعني سرادانا قبرا از بني سري امد بيني كان تشوا الشلكيت حسيني مثلا خوش اش اش افغانستان و و و ايران اف دنيا خرك تهلوشت تتنجف و كربلا او همي مخالفي بنمايت شرعينا و اش نصوص يتقطعي اه وكي حديث عليه الصلاة والسلام هروا يت اه سيد قرآن يا بيروس خوش كبرات عزمات في ام ابي اشارته بدنا بابته يا افاكرنا السرق برا وعبادته برستناوي دا قادي دركتنا حسيني بزفرين دركتنا حسيني وقته اش مكه دركتي دا كوفا دجي يزيدي راست. هكر ام بين موقف حسيني و درك التناوي بكينت ميزان الشريعه دا دا ام ابذاكولينا كان راس تقينا يا درس درك بين كاني درك تنا حسيني درس بي و موقفي موقفك الشرعي بي يانجي حسين يا خلد بي درك وقت دركتي و اواهات يا سري و كي هندك بجن قنش هات و او طبعا دو مايكا يا درس بي بو اي كي و كي حسيني كو دجي د صلاته یا ولی امری در که بدن خوش که برایت عزیز ام ده وان دو طرفا طبعا اوید که ادبیجن در که تناوی درست بی و اوید بیجن در که هر دو که دکی نترخ ترازی ده پاشی ده موقف شرعی درست یه علماء و زانایت اهل السنه والجماعة بما ما، ديار کانه كان در حقا فجا در حقا حسینی ده کانه ام ده چی بریاردین و ام چوا يعني دركتنا حسين تصوركين وذهنه وتذهنوا عقل مش ماذا كان حسين خارجية يانجي نخارجية هندك بيجن حسين يدركتي دجي ولي أمري حسين يدركتي وحسابت حسين حاشي حسيني وكي خوارجا چنكو دجي إمامي يدركتي أه بشتي ادبيجن يعني اويت بيجن حسين يدركتي دجي ولي أمري او بشت بستنب چتكن أو بجد باستنى، أب حديثك أبي غنبري صلواته عليه السربن كن، أو حديث أت بجدن، من أراد أن يفرق بين المسلمين، طبعاً حديث هر هرك سكيب ببيت، هول بد الدبركيه بهيدا كت نضرب بالصرمان وهم جميع بالصرمان هم وايك كومن، بيتن أفيكم يجيك ذاك الدبركيه بهيدا كت فضربوه بالسيف كائناً من كان. ابشيري دين السري وجي وكن بخوا كيبت بخوا كيبت طبعا امام السيوطي خدي جرازي بيشتن فضربوه بالسيف شريفا او وضيعا اوي بدنا برشير السري وجي وكن شي جي مروكي وكي بت او قدر قيمت بتن وكي حسيني او تشي مروكي ي يعني وكي غوتي بلاو بايه وتنفجوا كي دا نزم بتن وضيعا يعني انسانه كي عادي بتن بمعنى هر كسا بتن كائنا من كان كيبت يعني بنمال بتن وحتى بخش مالاً بيغنبري جبت عليه الصلاة والسلام يانجي إنسانا كي عادي بتن أمتا إسلامي سريوي ديئتا جي فاكرني اوه هاول بدت كوما بصرمانا جيك فاكتن وديجي دجي دا صلاة رابستن اوه حديثة كلا صحيحة أفيد بيجن حسين خروج يا كري سر إمام الزمان خواه وحساب خارجية وش خوارج حسابه

نتولاوي <applause> تتفاكرن ونا خيناوي خيناوي تتتا بمعنى خيناوي درست بيتا هرقان دن او في بكتن حتى ابو بكر بن العربي رحمة الله خدل سربتن اف ميجون في سيش شارزا ات قتل الحسين بسيف جده بسيف جده بمعنى حسين هاتا كشتنه ابشيرة بوبي خوا يا پیغمبري طبعا مقصدا وان مقصدى ابن العربي نشيري پیغمبري يا ابي شريف بفِرمودا انما پیغمبري عليه الصلاه والسلام قتل الحسين بسيف جده بشيري بابيري خوا مقصدا ويكو اف فرمودا او في بمعنى اوا اف طائفه اف جماعه بصرمانة ابي في هزرتكن هزرت كن تافكيرتكن وكي گوتي دفوانا حسين خارجيه او اوا هات يسري تشكي بلكي اوجهش وي جزائ جزای وی عملی اوی حتى بدست انجام حتى يعني اذا آه موقفك اذا ما هل طائفك يا اش بصرمانه طبعا يتهين والرجدن السرفي تشاندي وحسين خارج الدفونه حسابه او هات يا سريجي او تبيجن يعني عملي وي بي اوي وي يعني انجام داي. هروسا طائفك وديا هيت ناف بصرمانه دا تبيجن درست حسين بجي يزيدي دركتي. وأو كار أو, أو بير ربي كاراكي مشروعه، هو نه دجي، نه دجي إمام الزمانهوا، بل كي، تَنْكُو الزمانه يزيدي دا، أو شخص يزيدي، هندا منكرات عجيب حيدا بين، وهندا كريارات كريت يزيدي كرنا، لو ما اتأنجام ده حسين، دجي وربي، وقى وظيفة هرب صرمانكية وقتها، يعني منكرك العرضاكي ببين، لازمه بچتن اب دستهوا، يانجي، اب زمانهوا. يانجيب جيب إن يخوى من بمنكر بكتن، حديثة في حديث عليه الصلاه والسلام اود بيجن من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه، فبقلبه وذلك اضعف الايمان. وهروسة ات بيجن دركتنا حسيني برامبر يزيدي، بلكي اذا اتشتت باب جهاد دا وماسترين جهاد جي تو يعني البرامبر حاكمك ظالم و اخطتنا الناف جوتي بدي دي بيجي اڤيناكه اڤ خلطه اڤي يعني اعظم الجهات اونجي اعظم الجهات اڤيكو كلمه حق عند سلطان جائر أفاجي يا هي طائفه كادي إج اڤجي اد بيجن اڤا اوجي طبعا ماكيرات رخيدية ترزيده هكر بين هردو يعني موقفه هلوستيفون هردو طائفه يعني بكينت بن مجهر وميكروسكوب والتحليل كان جان بدينه أم بيجن نو صانا وكي أفيد طائفة أوليد بيجن و هروا صانا وكي أفيد طائفة دويجي أد حقيقة حسيني يعني يا درست أبايا هر حسيني هر دست بيك بيع نداية يزيدي خور أولجي يعني وقت آه يزيدي أو دي مثلا نوى ناري خوا فره مدينة عليه الصلاة والسلام قدا بيعش بسر هر أصلا هما هر دست بيك حسيني نمال ويري حسيني بيع ندايا يزيدي و هما حسيني هر دست جي يعني برهنگارية اه فكرة يا ايه اودية كيركو اه سيستمي يي دا دا ببتا وراسات. حسيني قبيل نكر يعني دا صلاتة اسلامي بيتا هل بجارتن سر يعني باب بدتا كري وكرب بدتا براي وبراب بدتا نبي يعني دا صلاتة اسلامي دا ببتن ملكي بنا مالكي و اف بنا مالا بتنه دا صلاة البصر حكم التوريث يعني آجي قد الحكم الوراثي إمام حسين خده جرازي بتن دجي في حكمي بي دجي افي منهجي بي افي يعني بنا مالا اماوية انايا دري وطبعا دست بيكي جي افا السر يعني دستت يت معاوية يوقتي بشتي دامرتن يعني كو ريخوا يازي دينا خوا يعني رأيات درست افايا إمام حسين خده جرازي بالدفاع شو يكري بروانيا اش اساسو بنماي د صلات الاسلام کو اوجي شورايه يا هر بنماي هر د صلاته کا د لازم سر بنيات ي شورايه بيت اواكن امام حسين دركت او خط خوينا خاجي سر بروانی کرنی شورای لو ما چون

او سيستم الشورى اويكو پیغمبر عليه الصلاه والسلام يعني دام ازراندي و هر چار خليفه بسرمان سر اساسي وهاتينه دام خليفه و قران دا بنمايش هميا مصدر احتمال ات مساله د دا, دا بنماي شورى و امرهم شورى بينهم و في الامر و قران الصريح والصحيح طبعا أذا منهج خلافه السر اساسي شورى هات دينان لو ما يعني اوي اجوي منهجي دار كافتن برد كافتن ايكي وكي حسيني رحا خواجي دا انتسر كودا جاركا دي بزفر انتسر يعني منهجي يه بيروزي يه خلافة راشدي هروسا خالكا دي يالك جارة ام بيجين هندك تبيجن بونمونا رأي الشيعة تبيجن شيعة تبيجن ماني پیغمبری عليه الصلاة والسلام السلام حديث حدیثی یا پی گود بی من دي علي بتا خليفة مباشر بشتي مرنا من علي دي خليفة و بشتي علي دي زريتاوي خلافة إسلامية دي تنف زريتا علي دا حتى حتى قيامته طبعا أفا جي جار شو أصل بنيات بو صحبت صحبة عليه الصلاة والسلام يمري اش دنيايا باركري و كسك دس نشان نكريا بشتي خب خليفة حتى جلا جلاك حسد كر و کومکا بلگاجی که هی پیغمبری گلک حس کرد ابو بکر ببتا خلیفه پشتیوی بس پیغمبری دوی خواه نگود ایک جار دوی خواه نگود یعنی دنیا کا بلگایا هی پیغمبری علیه صلات و سلام حس کرد پشتی پیغمبری ابو بکر ببتا خلیفه وای که حس بس اما پیغمبری اب دوی گود بتا یعنی وی که گودی باشکرا گود بتا نگود یا بو ابو بکری نگود یا بجا دی چواب علی بیجنن اذا چون نصیت صحیحت حدیثا پیغمبری نینن پیغمبری

حسین بو وی چنده حسین خاطر چنده در دا گوتنا پیغمبری علیه السلام و سلام جه کرد آنکو پشتی پیغمبری علیه السلام و سلام ابو بکر هات، عمر هات، عثمان هات، دو ماهی که علی هات به معنا نظر شیعاده همی سرمان خیانت علی کری به امام حسین چوی دا جا يعني أوي خلت يراز باكتن وخلافة لازم أبو علي بد مباشر بشتي بيغمبري تشكو وصية رأي الشيعة وبشتي علي بجاشني قال لازم أبو كريبي حسيني بتن بو كريبي حساني بشتي حساني دي بو حسيني بتن وبجاها اتبجن ماني حسين جبار فيتشان دركات لو ما يعني أبد جي أبد جي إن يتا هر أفنا بيا إيك جاري حسين جي الظانت بابي ديوي شو أخطنة وصانا قوتنا. حسين جي يعني أبو بكر وعمر وعثمان هميد أولاترن بري علي بن خليفة وعلي يا أولابي ببتا خليفة بشتي هرسي خليفة دي وأوي جي خلافة يا چاري كرسيا چاري خلافة بدرستاهي ورقتنا بصر مانا دا غمان ات بوچوند حسین دانی نسر به چنده ابدا و اینما یعنی حسین درکت نبو و مرمه و اینما یه درکتی کدا پچت برانبری وی راوستد اوی حالات و کرسیا بسرمانه تعداری بخوا زبط کری و رینشتی خواره سر و جا پشتی هنگی آهای چو داوی کرسی کش وی بستینتن داوی کرسی که اش 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 یزید بستینتن او بتعداری چوه سر وی کرسی که نب شورای چوه سر کرسی اما huseyn yan sakit bit muhima xweda huseynî sernegirt yan şoreşa wî sernegrt sernegrt çinku idadeka baş bo vê şoreşê nekir huseynî yani weki goti naceh nebi d şoreşa xweda jber çi çinku berheviyeka baş vbo vê şoreşê nekir belkî plana xwe li ser hindek hisabatêd يعني خلت دينا ايوه صح حساب كل خلكي كوفة 18000 تشك دار همي باش تبانت طبعا في حسابات خلت بين اما شكستنا حسيني اجبر فيش كست نجبر هندش كاس كوتشكو دجي إمامي الراوستو تعالى على لا وافسري انا نخي وانما او اجركو بيا يعني او تشتي بيا السبب كو حسين هاتيا كشتني دفي دفي دا السر هندك حسابات دخلت بلانا خدينا وزرك باش خلكي كوفا كير باش خلكي كوفا دركة خيانات كار ودركة غدار يعني حلال الحسيني كير وغدر الحسيني كير خشكو برايت عزيز يعني حتى علماء بجن حسين ناتشو الشري حتى حسين ناتشو يا الشري حسين يتشوي خلكي كوفا هميل بشتاوي پشتی هنگی دا دخوازا کرسی دا سلات اش, اش یزیدی بگید حتی وقت دیتی کو افتشتا نو سادر کت وکیوی هزر بو کری خلکی کوفا خیانت یا لی کری همیا پشتاوی بر دا ادویاب زورتوچ کت خلکت بوری ما پیدا حسینی گوتا ابن زياد گوتی بیل اب زور موا از که من آهات ما بس طبعا یعنی يعني ابن زیاد در کت مرووکی ظالم ببخت دجی حسینی راوستا و گوتی از قبیلنا کم تب زوریجی و کی او وجا آن د شریکی آن د خو تسلیمي بكي وجا پاشا حسين حاشا د خو تسليمي پیچکه کوي يعني ابي عبدالله بن زيادي کې او قان جيكر بلا معروف ابترامت به تکشته نه خو تسليمي يعني انسان کېد کې تخص نوزد کاش بلکي شراشه هات يو کا کا اصل او نسب قوي هنه آنجينين امام حسين درک مرو وكي ظالم مرو وكي مر سريخه شورنکه بر ظالمي کې بلا سريخه د اينتصر او خينو خاش بووي چند ماګوت پريشن اذن يې حمي ظالم تر کې ابن زيادة عبيد الله بن زيادة شنكو يعني نحسينه حسينة نا خلاتة وإنما حسيني يعني وصى هزر كلكو خلق كفا دي إطاعي وقهداريا ويكن أه بشتي هنجي يعني ندركت كات وصابة طبعا قبيلنا كي جيس الحكمة إيه ابن زيادة بتاخوري حتى دومايكاوي دومايكاوي ابفيتش هنده اب دومايكات أم بيجين يعني پیغمبر أه خود صلاوت خود سر بن حتى أه بيجتن اوديت أه بيجتن, أه بيجتن, أه بيجتن أه ام سلمة خدي جرازي بيجتن جاركي اس الملا بيغنبري بهم عليه الصلاة والسلام ام سلمة طبعا جنكا بيغنبري عليه الصلاة والسلام قوتي حسين السر مبي حسين السر بيت مبي قوتي جبرايل هات هذا بيغنبري عليه الصلاة والسلام قوتي حسين جري وقت حسين جري قوتي بيغنبري عليه الصلاة والسلام جبرايل هيلا وهات الديف جري حسيني هات طبعا هندي هند بيغنبري حش حسيني وحسيني الديف جري حسيني هات قوتي هات هندافي من قوتي شيا بوتش حسين تجريتن قوتي جبرائيل الديف بيغمبري را قوتي يا بيغمبري خودي قوتي بالي قوتي تو جالك حش حسيني كي قوتي بالي قوتي امتاتا حسینی حسيني كوجن وهكا تافيت او جهه حسين لتي تا كوشتن ازي نيشاتا دم وقوتي جبرائيلي ارت بو پیغمبری علیه الصلاة والسلام راست کرو رائخست و تلاخوه دینا سر ویجه جهه او جهه کو حسین دل ایتا گویی پیغمبر اسلام خدا سر بن گوی جبرایلی گویی من او عرده حسین دلی اتا کشتن سر دست امت آتا گویی نوی کربلا او فعلا جی اذای کش معجزات پیغمبری علی صلی الله و سلام یعنی هشت تای ساق پیغمبری گویی حسین دلی اتا کشتن ال کربلا حسین دلی اتا کشتن ال کربلا اب اخبار یا کی یا یا یعنی یا جبرایلی علیه السلام دمای کا ابن زیادی خوشکبرایت عزیز بینارو و گهدارت رزدار ابن زيادة طبعا السردستي إبراهيم بن الأشتري إيكش وكي قوتي بن مالا بيغمبريا عليه الصلاة والسلام إيكش أتباعت عليا السردستي ابراهيم بن الاشتر الاشتر النخعي طبعا هاتا كشتن اسري بي جي باكر. وبو علي فيكر علي كره حسين وك دياري گوت طلال باب تا حتى گوتي الرجاء عاشوراء نفسي تاريخه تاريخ او كو حسين كشتن هاتيا شهيدكن الوي تاريخ سري عبيد الله بن زياد جي هاتا او جي, جي هاشتا يا أخوة. او ظالمه اسلام يعني ريدانا كربلا يا بخكريا فرصتك دليفاك عالم إسلامي دبیرکیا کا مازن بخنه و فعلا جیا اخستیه افروکی امید بینی سنة و هر وسا شیعه و و جابش دینگی امید بینی کنه جو جو بارد خوين العراق چون السر اساسی سنة و سنتیه و شیعتیه و سر حسّينيت اوه بر روانیش حسینیت طبعا شو اساس ما قد بوده نینه اش نیه که اف مسألة يعني هات مازن کنش لای شیعه و جهیجی و جا شنی که هاتن و اوه بو شیعه کرا عقیده قوتي غطي قلت... خينا حسيني برد حين هن تولى ب ولكن هروكى شوى مسيحيّة جه أن إشبر خينا عيسى عليه السلام يعني خينا و تولى طبعا هكذا تبكي حس يعني مسيحية دايرك وشتن بلبت رومي وشنيكا فلا محاولت تولى يا ح... يا مسيح الجهية طبعا بس يعني آ... 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 با باي جي يعني آزاد انجي برثال كران شخينا يا مسيحي خوشك برايت هز... خوشك برايت عزيز تشيع يعني شيعتي بري كوشتنا حسيني يعني حتى وقت امام علي جهات يا شهيد كرم ثاني الراي السياسي بي يعني علماء الاسلامي ده تشيع نا مذهبي نعقد نا به بري كوشتنا حسيني هم مجرد بس راي سياسي عندكات قلت مثلا علي حق بي خليفه عندك قلت عثمان حق بي خليفه وطبعا رايك السياسي بس كشتي بشتي كشتنا يا حسيني يعني دينك نهات حالده وبي عقيده وفي جشنيكا حتى يعني اتع... فرسيجي شنيكا بخاب دليفاديت فارساجي انا مساله نفسية، يعني يتكنيت إنا نفرت شنكو جنكا حسيني ادگوتنی جیهان شاه که چه ملکش ملکه کش ملکت فرسی بی اول شرق قادسی هاتیا کشتن و که چه هاتیا مهر کردن أو فجش نیکا اف اف جیهان شاه جنگاه حسینی علی جد بد علی کره حسینی و جا گود یعنی خوینا حسینی خوینا کا پیروزه چنگو خوینا فرسی یادگل گل یعنی یا حسینی تکه بی و علی جد چه بی علی حسینی اذا لازم يعني بشتي حسيني جه مهار علي كريب خليفة وطبعا ببتا إمام بجا هاك الدف شيعة يعني حسين إمامة إمامة, إمامة يشارية و بشتي حسيني كريوي علي علي بن الحسين إمام بينجية و بوشي يعني دين ده حسيني بوشي نيا نيا حسني حسن جي كري علي الدف شيعة شنكو يعني خينا فارس يا اتناف خينا علي كري حسيني ده تاكل بي لو ما برناكفت ام بنامال و حسني بكينا امام وإنما يعني دينده حسيني دي بتا امام چوكو خينوان خينكا ما قوت يا يا بيروزا حتى بشتي يعني امام حسين خدي جرازي بتن طبعا بري ببتا الشر الكربلا او 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 حادثه وريدانا جلا جلا بجد دعاء كده تسخبو خد تعالى بلن قلت يا ربي أو استي هلبيم يعني من بينا وتشتكي صارت ميا فارس كرن يا ربي واس مصطرم بو فيتشاندا يا ربي اس هكر حق بن بشتوانيا ما بكي واغر اس نيا حق بمن ببو راكر مخلات يا مهم دعاء خش تعالى علماء بصرمانات تن بيجن بني غافي يعني يعني حسيني دعاش بيغمبري نكر ولا بيغمبري خديجيا وحسيني دعاش براي خو حسني حسيني دعاش بابي خو علي نكر باشا بوچي شيعه غاوا غازيت كنحسين يا حسينو يا أب... يا يا عليو يا حسنو يا عباسو بوچي طبعا اوا همي دا امزاني يعني مذهب الشيعي مذهبكي نيا امش بجنا دينكي نيا او گلا گلاكي جاوازه اش يما بسرمان حقيقيه درست ولداف ما يا الله تنبو الله بو الله يتغوتن بو خبو پیغمبري جنا گوتنا نايتا گوتنا نبو حسني نبو حسينو نبو علي نبو كسكي لو ما ام بجين غازي كرن بدعاء بو كسكي بلي خدت على شركه وهذا نيا مقبوله درست درسته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته